احنا النهارده موجودين في هذا الحدث الهام والاستراتيجي، نلعب دور مع باقي الشركات والهيئات لدفع عجلة الصناعة في دولة الامارات. التوقيع على مذكرة التفاهم النهارده احنا بنعتبره البداية وليس النهاية، لان المفروض يتبعه الكثير والكثير من البرامج والخطط اللي هتساعدنا جميعا على تنمية الصناعة في دولة الامارات. فبالتالي احنا حريصين على التواجد هنا، لان احنا نؤمن في شركة شنايدر ان التطوير الاقتصاد عامة والاسواق الصناعات لا يجب أن تلقى على طرف واحد، ولكن هي لابد تأتي من مشاركة إيجابية وفعالة من كافة الأطراف، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بكافة أشكاله، الشركات المحلية، الشركات الإقليمية، وطبعا الشركات العالمية متعددة الجنسيات كما هو الحال في شنايدر. فده كان دافع حرصنا على التواجد اليوم النهاردة. الهدف في الفترة اللي جاية أو التوجه هيكون لأكثر على الانرجي افيشنسي أو كفاءة الطاقة والأتمتة والحلول الرقمية والاستدامة بوجه أكبر. أعتقد التجربة السابقة وفي مرحلة التعافي هيبقى هم دول اللي على قمة الأجندة لكافة الشركات. شنايدر تلعب دور كبير جدا في الأتمتة والنظم التحكم الصناعي والحلول الرقمية والاستدامة. شنايدر صنفت قريبا أنها الشركة الأكثر استدامة على مستوى العالم، وبالتالي ده يلقي علينا مسؤولية كبيرة جدا ان احنا ننقل هذه التجربة وهذه الخبرات الى الشركات الموجودة في السوق الاماراتي.